لو انت من جيل التمانينات زي حالاتي كده اكيد جات لك الرسالة اياها بتاعة الراجل خادم المسجد بتاع النبي واللي كان نايم فشاف النبي في المنام، والرسالة اللي لازم تكتبها 10 مرات وتوزعها على الناس لان لو ما عملتش كده مش هتنجح. وقبل كده موظف كان مكتوب في الرسالة فعلا كده، قبل كده موظف جات له الرسالة وما كتبهاش وترفض يا عيني من شغله، وست طيبة غلبانة جات لها الرسالة وما نسختهاش واتطلقت، والمصريين طبعا لانهم شعب متدين بطبعه كتب ووزع وهاتك يا كتابة وهاتك يا توزيع، جيل كامل اتربى على الرسالة دي اللي كلنا وصلت لنا ومعظمنا طبعا كتبها ونسخها ووزعها. طبعا الموضوع اتطور شوية في الجيل الحديث أو جيل الألفينات وبقت الموضوع الرسالة دي بتيجي على الموبايل، وأشهر الرسائل اللي بتيجي على الموبايل الرسالة اللي قدام حضراتكم دي واللي دايما بتقول له يا محمد أنا أخوك محمود وعمك لقى تماثيل ذهب وحجارة وكتاب شوف واحد أو حد يصرفهم. رسالة تانية بنفس المعنى يا محمد انزل البلد بسرعة أبوك لقى تماثيل وعايز حد يصرفهم. دي بعض الرسائل اللي بتوصل للمصريين تقريبا بصفة دورية، وطبعا رسالة لا تجعلها تقف عندك، ورسالة بتاعت إن لم تفعل فاعلم إن الشيطان منعك، وكمان الرسالة بتاعت خلي بالك أنت حلفت تبعتها لعشرة من صحابك وصحابك اللي عندك، ورسالة ابعتها لي تاني، رسائل غريبة كم رهيب من الرسائل بيبعتهم المصريين لبعض. آخرهم بقى رسالة اتنشرت من كام يوم وبتقول إن فيسبوك هيبقى بفلوس، وبتبدأ بمرحبا أنا مارك زوكربيرج ويبدو إن جميع التحذيرات كانت حقيقية، وكلام كتير 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 نهايته إن مارك زوكربيرج صاحب فيسبوك ساب كل اللي وراه وساب مشاكله وساب مشاكله مع الحكومة الأمريكية والقضايا اللي مرفوع عليه، وقاعد بيبعت رسائل للمصريين لأنه يعيني معذور وعايز يخلي فيسبوك بفلوس ويلم فلوس من المصريين. آخر تقاليع المصريين أيضا خلال اليومين اللي فاتوا بوست غريب بدأ يتنشر بكثافة، يعني أنت لو مصري أو ليك صحاب مصريين على فيسبوك وعندك أكاونت على فيسبوك أكيد شفت الرسالة دي أو عدت عليك أو ممكن تكون من اللي كتبوها وبعتوها. الرسالة بتقول تعذر الاتصال بالخادم وأصبحت ممنوع من النجز، الرجاء من الأصدقاء سرعة التعليق بملصقات، ولكم مني وافر التحية والاحترام. حتى هو كاتب الاحترام غلط تقريبا، كان متعلم في مدارس حكومية زي حالتي. الرسالة دي اتنشرت بكثافة كبيرة جدا على فيسبوك، تقريبا كتير من المصريين بعتوها وبعتوها على الخاص وبدأوا يتناقلوها. عايزين نعرف ايه حقيقة الرسالة دي وايه موضوع البوك او موضوع النكز. النكز ده او البوك اللي علامته قدام حضراتكم على الشاشة دي حاجة كده في فيسبوك او تطبيق من تطبيقات الفيسبوك زيها زي اللايك مثلا، عارف انت لما تبعت لحد رسالة وما يشوفهاش فتعمل له بوك او تعمل له نكز تقول له ايه خلي بالك او تقول له ايه يعني حاجة كده يعني. خلينا كده نشوف الفيديو اللي جاي ده واللي هيكلمنا بشيء من التفصيل عن موضوع البوك، وده فيديو اتنشر ايضا على فيسبوك بيرد على الموضوع ده من شخص متخصص في فيسبوك. لاحظ في الفترة الأخيرة موضوع المشكلة في الخادم ومشكلة في السيرفر واعمل لي نجز أو اعمل لي بوك، وبعدين شوية الحاج مارك بعت رسائل للناس بيقول لها يا جماعة ابعتوا العشر أشخاص عشان الحساب هيبقى بفلوس بعد كده. الكلام اللي الناس كلها عمالة تبعته لبعض وبتتساءل إيه اللي بيحصل. أول حاجة النجز أو البوك، البوك دي باختصار زيها بالظبط كده زي ما سعادتك تيجي تقول لي مثلا انا بعت لك حاجه وبتفكرني تقول لي ها خلصت، فكلمه ها دي او ان انت تقول لحد ايه يا باشا فين الحاجه هي دي كلمه بوك اللي الناس بتعملها لبعض، اللي هو يعني بتمسي على حد، بتقول لحد انت فين كده، يعني زي ما تدي لواحد مسد كول، زي ما تبعت لحد ويف، حاجه من هذا القبيل. وبالتالي هي ليس لها علاقه لا بسرقه اكاونت ولا ان الاكاونت بتاعي بيتعرض للاختراق فدي هتمنعه، ولا اي حاجه من الهراء اللي الناس كلها عماله تبعته لبعض واعمل لي بوك وانا حسابي بيتسرق وانا 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 والكلام ده كله.
زي ما قال الرجل الطيب ده ان الموضوع مجرد هراء وكلام فاضي الناس عمالين بتنقله لبعض، وان بوك او النجز دي ما بتعملش اي حاجة، يعني ما بتفيدش اي حاجة، هي فقط انك لما تبعت لحد حاجة او ان انت مثلا بتخبط على حد او بتعمله ميزد كول او بتقوله كده بص العصفورة عشان يتابع او يبص على الخاص او حتى يقبل الاضافة بتاعتك. هاشتاج الخادم اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات اللي فاتت بعدد تدوينات قارب على 9000 تدوينة. جمعت لكم منها بعض التدوينات او بعض التغريدات. بومبن بيقول وجايب صورة من فيلم وبيقول انا زيك بالضبط، نمت وصحيت لقيت الفيس كله اتقلب لغمزات ونكزات والخادم غير متصل وانكزني واغمزني. كمان بودا بيقول انا نجزي شغال يا جماعة محدش يبعت تاني، الخادم العطلان ده للعيال التوتو. كمان ايضا تحت نفس الموضوع شهاب الدين عماد بيقول في شيخ كويس لفك النكز وجلب الخادم، لو حابب التواصل هات فانيلا فيها ريحتك معاك، عشان طبعا تفك النكز تروح للشيخ المتخصص ده زي الحاجة فاطمة المغربية وتاخد معاك فانيلا فيها ريحتك، تاخد معاك قطرك وممكن تاخد كمان معاك فردتين حمام وديك اخضر بعرف احمر عشان يفك لك النكز بتاعك. رياض باشا المنفلوطي بيقول الناس اللي عايزة نكز الفيسبوك العربية موجودة عند المدرسة ومعاهم الخادم وجايب صورة لعربية مية ومكتوب عليها نجز والناس واقفين وراها طوابير بيعبوا طبعا جراكن النجز. محمود مختار بيقول لا مؤاخذة في السؤال، مين الخادم ده وعايزين تتصلوا بيه ليه؟ وهيحصل ايه يعني لو لما معرفش انكس حد؟ هيحصل له حاجة وحشة مثلا لا قدر الله ولا خطر عليا؟ ايضا تحت نفس الموضوع ولاء بتقول اللي اخد منكم الخادم والنجز قادر يرجعهم تاني، وهاشتاج العقلاء. طب انا يعني ممكن الخادم ده اللي انتوا عمالين بتتصلوا بيه ده ما تكون المشكلة عنده مثلا مش عندكم انتوا، يعني ممكن هو مثلا ما عندوش شبكة مثلا او خارج التغطية عشان كده مش عارفين تتواصلوا معاه، ممكن كمان يكون مثلا موبايله فاصل، طب جربوا كده تتواصلوا معاه تاني يمكن توصلوا ونعرف نوصلوا ونتواصل معاه. احمد سلام بيقول الناس بتاعت الخادم والنجز ابوس على ايديكم كفاية، الانبوكس ورم من المسجات بتاعتكم. كمان حمدي بيقول يا محمد انزل البلد بسرعة، ابوك لقى الخادم ومحتاجين حد امين ينقذه مش حد امين يصرفه. امنية بتقول حموت واعرف ايه الخادم ده اللي في الفيس اللي مش عارفين يوصلوا له. طبعا كتير من الناس المصريين او كتير من المتابعين لفيسبوك امبارح كانوا بيتسألوا هو مين الخادم وليه مش عارفين يوصلوا له وليه مصرين بالذات ينقذوه، ما هو قاعد معاكم بقاله 7-8 سنين ومحدش فكر ينقذه. اديني كمان تدوينة. طارق بيقول يقطع النت على الخادم على النجز على عم مارك نفسه زهقتونا. اديني اخر تدوينة في الموضوع هاخدها من بيرو بيقول الخادم اصبح غير متصل ولا استطيع رد النكز، الحقوني بملصقات يا اخوانا الحقوني، وجايب صورة لمحمد هنيدي وهو مشلول وكأن النجز بقى زي المية والهواء في حياة المصريين. المصريين كلهم امبارح ما عندهمش سيرة وما لهمش كلام على فيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي غير الخادم اللي مش عارفين يوصلوا له والنجز اللي مش عارفين